نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، اعلموا أنه لا أنفع للعبد من أمور أربعة: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، والتضرع إليه سبحانه، والافتقار بين يديه، وحسن الظن به سبحانه وتعالى، وتجديد التوبة إليه ولو عاد العبد إلى الذنب في اليوم 70 مرة. ففي الاستسلام إلى الله تبارك وتعالى سلامة المرء ظاهرا وباطنا، والراحة من التدبير مع ربه عاجلا، والظفر بالمنة العظمى آجلا، والسلامة من الشرك بالمنازعة. فكيف للعبد أن ينازع مولاه فيما لا يملكه معه؟ بل عليه أن يلقي نفسه في مملكة ربه، فإنما هو قليل في كثيرها، صغير في كبيرها، يدبره مولاه كما يدبرها. فلا تخرج عما هو لك من العبودية إلى ما ليس لك من ادعاء وصف الربوبية، فإن التدبير والاختيار من كبائر القلوب والأسرار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. والتضرع إلى الله تبارك وتعالى فيه نزول العوائد ورفع الشدائد، والانطواء في أردية المنن، والسلامة من المحن. فيعوض العبد جزاء ذلك أن يتولاه مولاه، أن يتولى مولاه الدفع عنه في المضار، والجلب له في المسار، وهو الباب الأعظم والسبيل الأقوم. يؤثر مع الكفران، فكيف لا يؤثر مع الإيمان؟ قال الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أي فأجابكم، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. والتضرع إلى الله تبارك وتعالى هو الباب الذي جعله الله تبارك وتعالى بينه وبين عباده. ترد والدات الأطراف على من توجه إليه، وتتوالى المنن على من وقف به عليه، ويصل إلى حقيقة العناية من دخل منه إليه. ومتى فتح عليك به فتح عليك من كل خيراته وأوسع عباده. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وأما حسن الظن بالله فبخ بخ، وهنيئا لمن من الله عليه به، فمن وجده لم يفقد من الخير شيئا، ومن فقده لم يجد منه شيئا. فإنك لا تجد لك عذرا عند الله أنفع لك من حسن الظن بالله ولا أجدى، ولا تجد أدل لك على الله تبارك وتعالى من حسن الظن به ولا أهدى. يعلمك عن الله بما يريد أن يصنعه معك، ويبشرك ببشائر لا تقرأ سطورها العينان، ولا يترجم عنها اللسان.